بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا إخواني مجددا، وثاني درس بحول الله فيما يخص عملة الدي جي تي اكس الذي قدمتها بالأمس، لأن هذه العملة إخواني تشبه عملة الإلكترونيوم. سعر كل توكن الخاص بهذه العملة 1 سنت، يعني لو فرض لديك $100 فسوف تتمكن من شراء 10,000 توكن. إخواني لو في المستقبل ارتفع هذا التوكن إلى دولار سوف يكون لديك $10,000، فهذه فرصة إخواني لا تضيعها. للإخوة الذين ضيعوا عملة الإلكترونيوم، والحمد لله أنا يعني ربح منها أرباح كبيرة جدا، فهذه فرصة ثانية. وفي هذا الفيديو بحول الله سوف نتطرق إلى كيفية فتح محفظة الماي إيثر والات، لأنها هي من أقوى المحافظ التي تمكنك من شراء هذه العملة. وكذلك كما ينصح هنا الموقع إخواني، حذاري ثم حذاري أن حينما يفتح يعني بيع العملات الذي هو لم يبقى له إلا 4 3 أيام، حينما يفتح البيع أو شراء عفوا العملة الخاصة بالدي جي تيكس، فلا بد إخواني مبدئيا ألا تقوموا بإرسال إيثريوم فرضا من مواقع التداول مثل بولونيكس أو البيتريكس إلى غير ذلك. المنصة الوحيدة التي تمكنك من إرسال الإيثريوم لشراء هذه العملة إخواني هي محفظة ماي إيثر والت. وكذلك يوجد محافظ أخرى كما تشاهدون إخواني، ولكن أنا أنصح بالماي إيثر والت لأنها من أسهل المحافظ ومن أمنهم كذلك. كما تشاهدون للإخوة الذين ربما لديهم هواتف وليس لديهم كمبيوتر أو جهاز يعني، فيوجد يعني كذلك محافظ أو تطبيقات، هذا خاص بالآيفون وهذا خاص بالأندرويد، يمكنك أن تحمله. ولكن الطريقة السهلة، ويمكنك كذلك أن تفتح الهاتف في يعني من خلال المتصفح وتقوم بالتسجيل من ماي إيثر والت بطريقة سهلة التي سوف أقوم بحول الله من إنشائها حاليا. وهنالك إخواني يعني دائما نريد أن نكون في الواجهة كما عودناكم دائما إخواني. مكافأة الأسبوع على ما أظن يعني لست متأكد، سوف خلال الأسبوع سوف يعني في هذا الأسبوع يبقى يعني 3 أيام بيع التوكن الخاص بهذه العملة. خلال أسبوع على ما أظن تكون نسبة 20% كمكافأة، بعد أسبوع سوف تقل، لأن دائما التوكن يبدأ برقم كبير بمكافآت كبيرة جدا، بعد مرور الزمن سوف يتقلص، يعني فرضا هنا 20%، مستقبلا أسبوع الثاني على ما أظن تصبح 15 أو 10%، وهذا يصبح يعني الربح قليل جدا. المدة الخاصة بالبيع هي شهر، يعني من 15 جانفي إلى 15 فيفري، 15 جانفي إلى 15 فيفري، بعد ذلك يتم بيع كل التوكن الخاص بعملة دي جي تي إكس كما تشاهدون إخواني الرمز الخاص بها. طيب الآن نأتي إلى طريقة فتح يعني حساب في ماي إيثر والت. إخواني هذا يعني حساب تجريبي فقط. هنالك لطريقة فتح حساب، أولا تقوم بوضع مود باس، حينما يصبح الشكل أخضر يعني أنت الآن يمكنك أن تعتمد هذا المود باس. إذا كان الخط أحمر فلا بد أن تتجاوز 9 أحرف من كما تشاهدون إخواني. يعني ما دام هذا حساب تجريبي يمكن لي أن أظهر المود باس أمامكم لكي يعني تقوم بوضع حروف ورموز، حروف صغيرة وكبيرة وأرقام، وهذا من أجل هنالك بعد ذلك تضغط هنا إخواني، هنا يعطيك ملف، هذا ملف يمكنك أن تقوم بتحميله كما حملته أنا على الجهاز. وهذا الملف إخواني خذوه بعين الاعتبار، حذاري ثم حذاري أن تفقد هذا الملف، لأنك إذا فقدت هذا الملف يعني فقدت حسابك وموقع الماي إيثر والت. يقول لك إذا تم فقدت اسم الدخول الخاص أو موت باس الخاص بك إلى محفظتك فهكذا قد فقدت أموالك. إذا كانت لديك أموال داخل هذه المنصة فلا بد أن تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. يمكنك أن تقوم بالضغط هنا لكي تقوم بتحميله، بعد ذلك تضغط هنا راح يعطيك الكود الخاص أو المفتاح الخاص بالدخول إلى حسابك. سوف أقوم
بنسخه. وهنا إخواني حذاري أن تقوموا بإظهار هذا الكود أو تقوموا بوضعه في الجهاز، قد يتم اختراقكم ويستولوا على هذا الكود وبالتالي يسرقون أموالكم إخواني. فلا بد بوضعه، فرضا تقوم بكتابته في ورقة أو تقوم بتصويره أو تقوم بوضعه في مكان آمن بطريقة أخرى. نذهب إلى هنا. هنا إخواني إذا أردت أن تدخل عبر هذا الكود تقوم بنسخه، وإذا أردت أن تدخل عبر الملف الذي قمنا بتحميله على الجهاز تضغط هنا ثم تضغط هنا وتأتي بالجهاز الذي تم تحميله وتضغط عليه ضغطتين، وبهذه الطريقة يتم فتح حسابك. أنا سوف أدخل بال ب يعني ال... بالكود أي بالكي الخاص بحسابي مفتاح ثم أضغط هنا. هنا إخواني كما تشاهدون تم فتح حسابي. أولا وقبل كل شيء كما ذكرت في الدرس الذي مضى، حينما تريد أن تقوم بإرسال الأموال أو الإيثر الإيثريوم إلى حسابك، هنا أنا كما فعلت سابقا ذهبت إلى منصة بولونيكس، كانت لدي عملة الإيثريوم، حولت من البيتكوين إلى الإيثريوم، بعد ذلك ذهبت إلى هنا هكذا، ذهبت إلى هنا وقمت بكتابة إيتي أي الإيثريوم هكذا، ثم ذهبت هنا يعني ليست مفعلة حاليا فلديها مشكلة، ثم ذهبت إلى الويدراو فرضا هكذا، يعني فرضا هذه هي الإيثريوم، أضغط عليها هكذا، نقوم بأخذ الموت باس عفوا ادرس ايثريوم بهذه الطريقة، ثم نذهب الى هنا نضعه في هذا المكان، وهنا نقوم بوضع المبلغ الخاص بالايثريوم المتوفر لدي في منصة بولونيكس ونقوم بوضعه هنا. فرضا انا لدي ربع ايثريوم، سوف يعني يخصم من حسابك هذا المبلغ، سوف تصل هذا المبلغ يصل إلى محفظة الماي إيثر والت. عندما تصل بالمبلغ هنا بعد 4 ساعات أو أقل تتمكن بوصول المبلغ هنا، تجده هنا أو هنا إخواني. بعدما تجده هنا الآن أصبح لديك مبلغ. الآن ماذا تفعل؟ تقوم بشراء توكن حينما يصبح التوكن الخاص أو بيع التوكن يعني متاح للمشارك. هنا ماذا تفعل؟ راح يعطوك يعني يعطوك ادرس مثل هذا ادرس، تقوم بوضعه هنا اخواني، ثم بعد ذلك تقوم بوضع يعني الايثريوم الخاص بك، عملة الايثريوم الخاصة بك التي تريد ان تشتري بها عملة دي جي تيكس. هنا يعطوك يعني هم يعطوك رقم خاص بالغاز على ما اظن، يعني العمولة أو لكي سرعة التنفيذ إلى غير ذلك، سوف تعطيك شركة أو موقع ديجي تيكس يعطيك الرقم، يعني هذه المعلومات تقوم بإعطائها لك الموقع، تقوم بوضعه هنا ثم تضغط وبالتالي يستقبلون الإيثريوم ويعطوك مقابل عملة الدي جي تيكس. هنالك يعني بعد مدة من الزمن سوف يعطوك بعض المعلومات. طيب هنالك ليست مفعلة، ما في أي مشكلة، تقوم بالضغط هنا، المفروض تكون مفعلة، المشكلة لا أعرف وين، يعني تضغط هنا بعد ذلك تأتيك نافذة هنا، يعني حينما تقوم بإرسال من شراء من بشراء عملة ديجي تيكس بهذه الطريقة كما وضحت سابقا، يمكنك أن تطلب منهم، هذه ليست مفعلة حاليا، فيما بعد يعني بعد وقت وجيز كانت مفعلة، الآن لا أعرف ما المشكل في ذلك، ليست مفعلة، يعني راح تضغط أنت هنا إخواني يخرج لك إطار فيه 3 خانات وفي سيف أي سوف جاردي. بعد مدة من الزمن تطلب من عملة الدي جي تيكس بإعطائك الواليت الخاصة بهذه العملة لكي تصبح يعني العملة أو التوكن الخاص بهذه العملة هنا في هذه القائمة. كيف تقوم بذلك؟ تضغط هنا راح تأتيك نافذة بها
ثلاثة يعني خانات، ثلاثة خانات. الخانة الأولى سوف أريكم يعني من أحد العملات التي هي الكين، يعني لأن عملة الكين لديها محفظة هنا، في لو بحثنا في هذا التوكن سوف نجد عملة الكين موجودة هنا. طريقة إضافة عملة الدي جي تي اكس تكون بنفس الطريقة، يعني أنت تطلب من الموقع أن يعطيك المعلومات الخاصة بها. فرضا كما تشاهدون إخواني، لو ذهبنا ضغطنا هنا هكذا وذهبنا إلى هنا، سوف تجد المعلومات الخاصة بالتوكن الخاص بعملة الكين. أولا تقوم بنسخ هذا الأدرس، ثم تذهب إلى الخانة الأولى تقوم بوضعه. بعد ذلك نأتي إلى هنا ونأتي بالرمز الخاص بالعملة نسخ، يعني كوبي، ثم تضعه في الخانة الثانية كوبي كولي. بعد ذلك تأتي بهذا الرقم هكذا، يعني المعلومات هذه تقدمها لك موقع عملة دي جي تيكس. تقوم بكوبي ثم تذهب إلى الخانة الثالثة وتقوم بوضعه، ثم السيف أي حفظ، وسوف تجد التوكن وجد هنا، هنا في هذه القائمة. بهذه الطريقة يمكنك يعني أن تقوم بإرسال العملة مرة ثانية إلى هنا، إلى الماي إيثر والات، إذا أردت، أو حفظها في الماي إيثر والات بدلا من المحفظة الخاصة بهم. إخواني، هذه الطريقة الخاصة بفتح حساب في الماي إيثر والات. أتمنى أن أكون وفقت في هذا الشرح. كان معكم كالعادة أخوكم أمين أحمد. لا تنسون من صالح الدعاء. في أمان الله وحفظه، وشكرا.